بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله الخميس، مدير العلاقات العامة والحكومية بمركز ميجا مول. طبعا أكون سعيد بأننا أختصر أو أعطي نبذة مختصرة عن برنامجنا لهذا العام في خلال شهر رمضان المبارك. وبالمناسبة طبعا نقول للجميع كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله شهر خير وبركة. طبعا السنة هذه احنا محظوظين ان يكون في بين اتفاق فيما بين ميجا مول وشركة دبليو ار ايفنتس، تلك الشركة العريقة في الانشطة والفعاليات. وهذه الشركة ليست المرة الاولى ان احنا نتعامل معهم، ولكن كان لنا لقاءات وكان لنا انشطة كثيرة. طبعا اود اذكر في هذا الجانب واخي الأستاذ وحيد رمضان صاحب هذه المؤسسة وصاحب القلب الكبير ذو الخبرة في هذا الميدان. طبعا دور القصة في هذا الجانب هو عبارة عن سفينتين أو قراصنة بحر العرب، وهناك سفينتين التقت مع بعض في البحر، ويعني حصل فيما بين هذه السفينتين خلاف بينهم. واحدة من هذه السفن طبعا أضاعت الطريق وسقطت في مثلث برمودا. كنا سامعين عن مثلث برمودا وعارفين عنه شو هو مثلث برمودا، يعني اللي يوصل في هذا المكان يختفي، ما نعرف عنه وين وصل، ما نعرف عنه وين أخذ الزمن. وربما هذه المرة كان حسن حظنا أن احنا لما وقعت هذه الباخرة أو هذه السفينة في مثلث برمودا تناثرت إلى قطع كبيرة في أرجاء معينة في الأرض، حتى وصلت إلى قطع منها وصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديدا في المدينة الباسمة الشارقة، وتخص بهذا المكان. طبعا وصلت إلى مركز الشارقة ميجا مول. مركز ميجا مول هو أحد المراكز الكبيرة في إمارة الشارقة، يضم في محتوياته إلى أكثر من 150 محل متنوع، فيه الكثير من أماكن الترفيه، دور سينما، مدينة ترفيهية، مقاهي والكثير من هذه الأمور. طبعا عشان تكتشف هذا الشيء لابد أنك توصل وتعترف تتعرف على مركز ميجا مول. كيف توصل إلى مركز ميجا مول؟ طبعا من خلال هذا البرنامج أو هذه المسابقة اللي راح تنطرح لكم. طبعا بيكون هذه القطع، مجموعة من القطع، ربما 20 قطعة ربما أكثر، وصلت إلى مركز ميجا مول. المؤسسة أو الجهة المعنية بهذا الجانب أخذت هذه القطع ووزعتها على المحلات التجارية في مركز ميجا مول. طبعا عشان أنت تحصل على هذه القطع لابد أنك تكون بشكل يومي متواصل متواجد في المركز، تتلقى التعليمات والمعلومات عن كيفية الحصول على هذه القطع. طبعا منها في محلات تجارية، منها في مقاهي، منها في مطاعم، منها في طريق، منها في كثير من الأمور. كيف توصل؟ لابد أنك تتبع الأشخاص المختصين بهذا الجانب، اللي هم طبعا أبطال اللي هي شركة دبليو آر إيفنتس. هم الناس اللي راح يدلونك على الطريق ويقول لك وين توصل وكيف تحصل على القطعة. طبعا القطعة مرة بتحصلها مجانا ومرة بتحصلها بطريقة انك كيف تاخذها، من خلال صورة، من خلال مشتريات، من خلال كذا. الامور هذه راح ان شاء الله راح تتعرف عليها. وطبعا احنا في انتظارك في مركز ميجا مول لتكون احد الفائزين بجوائز كبرى في هذا البرنامج، وتستمتع معنا خلال شهر رمضان. وكل عام وانتم بخير.